قبل لا نختم حديثنا عن الإشاعة، هي هل الإشاعة تنتشر بسرعة بالمجتمع العراقي، أو هل المجتمع العراقي بسرعة يصدق بالإشاعة ويتناولها ويتحدث عنها؟ لذلك نزلنا للشارع وسوينا استطلاع وسألنا الناس شنو رأيكم بظاهرة هجوم التماسيح على شواطئ دجلة، والموضوع كذب طبعا، ولاكو تماسيح هاجمة على دجلة ولا بطيخ وتلفيق من يمن الموضوع كله. بس تعالوا نشوف أجوبة الناس شلون كانت وشلون تفاعلوا ويا هاي الإشاعة وش حكولنا. حتى التماسيح بقت على التماسيح. التماسيح بين جهتها يعني شنو مصدرها؟ والله اكيد هي لازم يكون للحكومة دور يعني، وهي على شواطئ دجلة يعني جوز جت مثلا من منبع دجلة. هاي ظاهرة خطرة، ارجو من الناس ان تاخذ حذر، لان حيوان مفترس هذا، ارجو الناس وهاي ارجو من الدولة ان تتابع هذا الشيء. والله هي هجمة هذا التماسيح على شواطئ في على نهر دجلة تسبب خطر على البيئة وعلى المجتمع العراقي، وممكن يعني بها شغلات سلبية تأذي البشر. ظاهرة خطرة، وأنا طالب الدولة بأن تلقى صورة حل لهذا الشيء. الدولة أول شيء خليتهم نفسهم يهتمون، يهتمون نفسهم بعدين يهتمون التماسيح. شنو رأيك بظاهرة هجوم التماسيح على شواطئ دجلة؟ أكيد المواطن يأخذ الحذر بالحيطة من المواضيع، والدولة أكيد راح تعالج هذا الموضوع. والله هي تماسيح يعني هي تماسيح قاتلة والسبب أذى للمواطن، فيعني لازم يتخذون الحذر منها ويبتعدون عنها، لأن تماسيح قاتلة هاي يعني. أنصحهم إنه ما يروحون لهيش أماكن ويبتعدون عن هاي الأماكن اللي بيها تماسيح، يجون لحد ما يجون مختصين بهذا المجال ينقذون العالم من هذا الشيء ويرجع الوضع كما كان وطبيعي. على الدولة أن توفر خدماته كحماية المواطنين، وعلى المواطنين أن يتوخوا الحذر من يعني لا يقربوا على المناطق الخطرة لحفاظ على صحتهم وسلامتهم. هو أعتقد أن التماسيح أصلاً ما تمر بالأنهار، اللي هي تعيش الأماكن هي اللي بيئتها تصح لها، فأكثر إشاعات يجوز يعني أعتقد هاي الشغلة. لا ظاهرة عادية هي بكل شواطئ تصير. يعني مثلا التماسيح خطرات وعلى الإنسان يعني على الدولة توفر حماية للمواطن وهاي يعني، وما يقدر ينزل المواطن يسبح أو فد شيء يعني، فالدولة هواي مقصرة بحق المواطن وهاي. والله هي ظاهرة أكيد مو طبيعية، أكيد إهمال حكومي أكيد، وأكيد وزارة البيئة، وأكيد أكيد يعني حيوان مفترس اكيد الشومه اكيد يعني انه تواجه هذا الحيوان يعني وتكافحه وتسوي حد لهذا الموضوع. عمي انا شيء لا ما يجاوبني، لو يجاوبنا غلط. شنو رايك بظاهره هجوم التماسيح على شواطئ دجله؟ شفت احنا شلون شعب ما يصدق بالاشاعه وما يتاثر بها؟ حسسون التماسيح ماخذ الشاطئ من دجله كله، هو الموضوع عباره عن شذب. وهاي رساله ردنا نوصلها لكم، انه مو شرط كل شي تسمعه صح، كل شي تسمعه او كل شي تقراه بالفيسبوك حلله، شوف بعده، شوف منو المسؤول عن بثه بالفيسبوك، لان الفيسبوك بدون حسيب او رقيب، كل شخص ممكن ينشر بي ومن اي مكان بالعالم. لذلك انتبهوا زين، الاعلام والفيسبوك سلاح ذو حدين، لو تكتله لا كتله.